الإدارة على مسافة واحدة مع الجميع في إطار الشرعية وأداء الخدمة العمومية بدون تماطل، هذا ما نص عليه مشروع تعديل الدستور في مادته 26 الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي في الفتح من نوفمبر. على كل حال حياد الإدارة هو من الضمانات الأساسية لتلبية حاجيات المواطن المرفقية، بحيث أن الإدارة يجب أن لا تتحزم وتنظر بقواعد عامة مجردة للمرافق العامة. الحياد الإداري يخلي أن الإدارة تكون في خدمة المواطن، بعيدة عن السياسة، بعيدة عن التحزب، بعيدة عن الإيديولوجيات. هذا الحياد يعتبر ضمانة قوية في اتجاه التعدد الحزبي ولا الحياة الجمعوية، بحيث أن الإدارة تقدم خدمة للمواطن فقط بصورة عامة بقواعد عامة ومجردة ملزمة للجميع على قدم المساواة. لطالما ارتبط التسيير الإداري بظاهرة البيروقراطية التي ساهمت في تدني الخدمة العمومية، لكن اليوم مشروع تعديل الدستور سيضمن خدمة الإدارة للمواطن. الإدارة تبقى حيادية، لا تنحاز إلى أي طرف كان في الشأن تلبية حاجيات وخدمات المواطن على قدم المساواة وبصورة منتظمة. إضافة إلى نقاط أخرى أن هذا الحياد يخليه بعيد على السلطة السلطوية وعلى التمركز وعلى قضية سوء الاستغلال واستعمال النفوذ وغير ذلك. فالإداري في هذه الحالة يكون مسؤول أمام ضميره، أمام القاعدة القانونية، يعمل بشجاعة وبمرونة وبفاعلية وعنده نظرته الحيادية للجميع. مشروع تعديل الدستور الجديد سيضع النقاط على الحروف لمحاربة كل مظاهر الجهوية والبيروقراطية والتحيز داخل الإدارة العمومية، دستور سيشكل محطة جديدة للانطلاق في مسار التغيير لتجسيد تطلعات الشعب أفعالا وليس أقوالا.